Have you get it? This is what it is to earn a dragon's loyalty. أفلام كيف تدرب تنينك أو كيف تروض تنينك ما قد جابت العيد في شيء. شيء مبهر إنه يمديك أنت كمتابع تحب الأفلام الثلاثة زي أول فيلم. ولما يكون عندك فيلم محبوب لهذه الدرجة، الفانز راح يحللون فيها كل شيء ويجيبون لك أسرار وأشياء مخفية. قبل ما نبدأ لا تنسى زر الاشتراك، ضغطة بسيطة. معاكم ريان ويلا نبدأ. لآلاف السنين البشر كان عندهم حب معرفة المخلوقات من أساطير. مثال هو التنانين، وفي آخر عقود تكنولوجيا زي السينما وغيرها قدمت لنا الفرصة أن احنا نجيب هذه الأساطير للواقع. فيه تنانين كثيرة في أعمال، وفي أعمال سوت هذا الشيء من جهة التنانين، مثلا فالكور من The Neverending Story، موشن ميلان، سموغ من The Hobbit، الثلاث تنانين اللي من Game of Thrones، والأحدث سيسو من رايا. اللس طويل، وإيش سبب حب هذه التنانين؟ المهم إنه ما شفنا علاقة بين تنين وبشري زي حازوقة وابن سن وأبو سن معليش، واللي اليوم راح أسميه توثلس. العالم حق كيف تروض تنينك أكبر من اللي توقعناه، واللي فيها أقصد كيف تطور من بس جزيرة بيرك الصغيرة وكيف تحولت إلى مكان ثلاث أفلام. ففي مسار كل هذا فيه بعض الأسرار اللي ضيعناها، فزي ما قلت تجهزوا الرؤية اللي ما شفتوه. هذه الأفلام جات أو كانت بيست على 12 كتاب حق أطفال عن التنانين اللي نزلت ما بين 2003 إلى 2015 من كتابة الكاتبة البريطانية كريزيدت كاول. كتبت القصة من أشياء صارت لها في طفولتها في جزيرة جنب سكوتلندا اللي فيها قدرت تتخيل قصة أو قصة عالم فايكينجز وتنانين. الفيلم الأول كان من أخراج دين دبلو وكريس ساندرز اللي اشتغلوا على ليلو ستيتش في 2002، فتقدر تقول ان عندهم خبرة في إلقاء قصة عن بشر يتصادقون مع مخلوقات غريبة. ولما تفكر فيها شكل وجه توثلس يشبه ستيتش، والمخرجين انتبهوا لهذا التفصيل وأثبتوا انها صدق. وزي ما نعرف كلنا دريم ووركس يستخدمون أنيميشن جديد للقمر والولد على حسب الفيلم، وفي كيف تروض تنينك تقدر تلاحظ توثلس يطير في الخلفية. لو تلاحظ في خلفية حزوقة تقدر تشوف رسمات كثيرة في جدران، من ضمنها واحدة نشوف عدة مخرجين يستخدمونها واللي هي رسمة هذا الشيء اللي عنده ثلاث أرجيل واللي هو الفلوكس كامباسيتر، التكنولوجيا المطورة اللي استخدمت في الفيلم الشهير من 1985 Back to the Future. A picture of this is what makes time travel possible. The flux capacitor. ما راح تصدق هذا السر المتواجد إلا إذا كنت مركز بشدة. غلوريا من مدغاسكار كان لها ظهور صغير جدا في هذا الفيلم، والظهور مقرف شوية. في لقطة مظلمة يطيرون فيها التنانين تقدر تشوف هذا التنين شايل معه سناك، وطلع عن هذه غلوريا. يب غلوريا، لأنهم استخدموا رسمتها ما أدري ليش، حتى مع كون غلوريا من المستقبل وفي أوقات نيويورك. هل كنت تعرف ان جابر عنده عدة استعارات الأدوات يستخدمها بدل يده المقطوعة؟ عدينا أربعة منهم، واستخدامه لها ما أقدر أقول له إلا أنه ذكي. توثلس واحد كان مصدق أنه الأخير من نوعه اللي هو غضب الليل، إلى أن ظهرت حبيبته الجديدة واللي هي كانت غضب النور، ولو ما تعرفون بدونهم لكان انقضت فصيلتهم كاملة لأنهم جابوا أطفال في نهاية الفيلم. تعرفون الشيء الغريب هذا اللي يسويه توثلس؟ هذا نوع من أنواع الطرق اللي يقدر يتعلم أكثر عن اللي حوله وبيئته، وهذا يقدر يخليه يطير بكل سهولة ودقة، لأن استخدامه لها مثل استخدام الوطواط لسمع الارتجاجات اللي حولهم للطيران. أول فيلم حق كيف تروض تنينك جاب ربح مرة كويس ونجاح لدرجة أن الجزء الثاني وافقوا عليه استوديو على طول، وبدأ إنتاج الفيلم بعد شهر بس من نزول الفيلم الأول. لازم يكون هذا له ريكورد في شيء. الفيلم الثاني ما كان اللعب وفلوس، لأنها كانت من ضمن خطة رجوع المخرج في قصة لها تكملة الجزء الثالث بعد، واللي كان آخر تريلوجي. قرر أخذ حازوقة وتطويره على مدى كل الأفلام من ولد خجول ضعيف الأفضل قائد في قريته. الحين خلنا ندخل في دريغو. هل لاحظتوا كل التفاصيل الموجودة لتصميم هذا الشرير؟ معطينا شكل تروبيكي، وهذا بالقصد. شكله مختلف من كثير من الفايكينجز، وزي ما قلت هذا بالقصد عشان ينبهونا انه من مكان بعيد جدا، وحتى يعطينا لمحة لشخصيته وكيف راح يسافر اي مكان او اماكن بعيدة عشان ياخذ اللي يبغاه. وكان مصمم ان شكله يكون مفترس، العيون الغامقة، الانف الشبيه لمقار نصر، اسنان مخيفة، والوان لبسه الغامقة. هذا بس بعد مقصود عشان يوضح كيف هو ضخم ويغطي ان ما عنده يد يسرى. خسارة حازوقة
لأبوه وسبب موته كان توثلس خيار قوي اختاروها المخرجين عشان يوضحون خسارة حزوقة. أولا يخسر رجله، ثانيا يخسر أبوه، شيئين استخدمها النهوض. مع خسارة أبوه هذا يعطي مسؤولية جديدة كبيرة، واللي هي إنه يأخذ مكان والده في حكم القرية. والمخرج دين دبلو اختار إنه يمثل شخصية حزوقة على فيلم ستار وورز الحلقة الخامسة The Emperor Strikes Back. ممكن تتذكر اللقطة اللي التنين الكبير هذا ينضرب بضربات توثلس ومع كل ضربة يطلع صوت. قد تحس ان الصوت هذا قد سمعته من قبل لانه ماخوذ سيده من فيلم جودزيلا. الاخر جزء من التريلوجي يختارون طريقة تطويره خارجة من العادة وفيها تطور الشخصيات النضج الكامل وكان يمثل مرور الوقت. والسبب وراء كل هذا هو الاظهار الشخصيات انها تكبر مع الجمهور. مثال هو استكشافنا بعد زواج حزوقة وجاب اطفال، ونفس الشيء صار مع توثلس، وكيف حتى ان مع مرور الوقت والصعوبات وكل شيء يبقون في اتصال. اللي مرة ثانية اخذت اتجاه مقرب للحلقة السادسة من ستار وورز اللي فيها حتى صنع تشابه ما بين دريغو ولورد بالبتين. واذا ما شفت هذه الافلام شكلك ساكن مع بسيط اكيد. مع اعادة زيارة الافلام كيف تروض تنينك ما راح تخذلك الافلام. وعلى طاري التشابهات ما بينها وبين اعمال ثانية بوكيمون راح تفهم في حلقة اسمها باي باي بترفري. هذه عندها كثير من الالمنتس والاتجاهات المخوضه واللي صارت في الفيلم. بعد تدريب بترفري الوقت طويل اش يلاقي منطقة فيها شخصية تشبه بترفري لونها اوضح وطبعا يحبون بعض منها. وبعد محاولات فاشلة لقتلهم اش يودع بترفري للذهاب مع الناس حقينه. تتذكرون لما توثلس يستخدم عصا عشان يرسم؟ هذه تذكار البناية العلاقة ما بين حزوقة وتوثلس في اول فيلم، وشيء اسطوري رؤية انه باقي يتذكرها وتطور فيها توثلس. المقطع هذا عجبني وانا اسويه، بس ابغى اعرف اذا عجبكم انتو. اذا ايوه علمني بضغطة زر الاشتراك والكومنت. قبل ما اخلص مقطع اليوم ابغى اعلمكم عن قناتنا الثانية اللي رابطها تحت في الوصف، او اذا تدخل القناة حقتنا راح تلاقيها لو تلف تحت، واللي راح ننزل فيها مقاطع جديدة. مقطع راح يكون اختبار عن افاتار ومعرفتنا له، ونشوف من الافضل في افاتار ومن اللي يعرف اكثر عنه. نبغى نعرف رايكم، يعني يروح على اخر مقاطع ولا شيء اعطونا رايكم في ايش نقدر نلعب وايش الالعاب اللي ودكم نلعبها معاكم وغيرها من اشياء حلوه. والان راح نشكر المنتسبين حقينا، وشكرا يا فوش جيمينج، شكرا يا زوز تونز، ديمون، ان كي، شايرو، مساعد البلوي، تركي، ريف 12.12، فارس 1.3.10، عبود الجعفر، بارود WWSTX، سعود AKH، وجوي ار. ان شاء الله استمتعتوا في مقطع اليوم. لا تنسون تشترون المقطع وخلنا ننتظر لين يجي المقطع 8 دقائق. مع السلامة.